مفيش حقوق انسان؟ طب هو فين حقوق الانسان؟ تعالوا نروح كده مع بعض ونشوف ونقول للناس ونقول للدوله والنظام ونقول للشعب كمان اخبار حقوق الانسان في مصر ايه؟ اخبار حقوق الانسان في مصر زي ما احنا حاطين لكم على الشاشه دلوقتي وهذا العنوان: ما زال هناك قمع مستمر وحقوق الانسان ما زالت تحت وطأة الانتهاكات. انتهاكات في كل مكان، انتهاكات في جزيرة الوراق، وانتهاكات مع المواطنين في كل مكان وفي كل الملفات للأسف. انتهاكات مع ناس اتكلموا قالوا رأيهم، تم زجهم في السجن والمعتقلات لمجرد ان هم اتكلموا او كتبوا او قالوا رأيهم او عبروا عن ان هم يتكلموا في شأن عام. الناس اللي شايلة هم البلد وبتحب البلد تحولوا الى معتقلين وسجناء، والناس اللي ملهاش دعوة بأي حاجة غير ان هي تطبل للنظام موجودين بره وعايشين حياتهم وبيتحركوا زي ما هم عايزين. كل حاجة اصبحت ماشية بالعكس وكل حاجة مقلوب. لما اجي النهاردة ابص مثلا على واحد من الصحفيين الاستاذ وائل عبد الغني، وائل عبد الغني النهاردة يا جماعة بيعيش عام كامل من الحبس الاحتياطي، عام كامل من التنكيل بهذا الصحفي وائل عبد الغني. اللي رصد هذه الأزمة الشبكة المصرية رصدت أن هناك تنكيل مستمر بالصحفي وائل عبد الغني، واللي اعتقل في 20 سبتمبر 2023. في 20 سبتمبر 2023 راحوا اقتحموا بيته، اقتحموا منزله، شفتوا انتوا الشرطة البواسل دائما وأبدا، يروحوا اقتحموا البيوت، قصروا البيوت، ياخدوا الحاجات، وبعدين اهاليه راحوا يسالوا عن الراجل وائل عبد الغني فين؟ قال لك مش موجود، في قسم الشرطه مش موجود، في المحافظه مش موجود، في امن الدوله مش موجود، ايه يا جماعه راح فين؟ ما هو انت بعد ما بتتخطف تتعرض بعد ذلك للاخفاء القسري، وبعد الاخفاء القسري بعد 40 يوم وائل مش باين، مش ظاهر، محدش يعرف عنه اي حاجه، 40 يوم وتم تعرضه للتعذيب داخل مقر الامن الوطني. ده اللي رصدته الشبكة المصرية. وبالرغم من ان وائل عبد الغني حاصل على حكم براءة في ديسمبر 2023 الا انه تم تدويره في قضية جديدة. وده طبعا يا جماعة موضوع التدوير ده انتهاك صريح لمبدأ عدم المحاكمة مرتين. انت دلوقتي حكمتني وخدت براءة، فمش عاجبك انت ان انا ابقى بريء، فنعمل ايه؟ نعمل له تدوير في قضيه تانية. طب ما انت كده بتنتهك مبدا المحاكمه مرتين يا جماعه، ما ينفعش الواحد يتحكم مرتين. عبد الغني محجوز في سجن ابو زعبل 2. ظروف احتجازه زيه زي عدد كبير جدا من السجناء والمعتقلين اللي من امثال وائل عبد الغني اصحاب الراي. ظروف احتجاز غير ادميه. الشبكة المصرية بتقول واحنا معاها بنقول افرجوا عن وائل عبد الغني، احترموا احكام القضاء. انا مش جاي استجدي منك واقول لك والنبي يا باشا طلع وائل عبد الغني، طب عشان خاطرنا، طب عشان خاطر امه، طب عشان خاطر ابوه، طب عشان خاطر اخوه، طب عشان خاطر الصحبة الحلوة. لا، انا بقول لك طلعوا عشان هو معاه حكم محكمة براءة، نفذ القانون يا باشا، احترموا القضاء واحترموا المحكمة اللي برأت الراجل، طلعوه، طلعوه يا جماعة، طلعوا كل واحد معاه حكم براءة قاعد عندكم يعمل ايه؟ خلاص بقى عايزين ننسى قصة التدوير ونقعد ندور على قضايا ونعمل مش عارف ايه، والراجل يطلع براءة نقول لا لا خليك احنا عايزينك شوية. عدد كبير جدا يا جماعة موجود جوه مش عارفين يخرجوا رغم حصولهم من القضاء على براءات، وعدد اخر الحبس الاحتياطي بتاعه المدة القانونية اللي هي سنتين زي شريف الروبي خلصت ولسه موجود. ايوه بيعملوا ايه عندكم؟ بتاكلوا عيش وملح مع بعض؟ يعني مش هين عليكم ان انتوا تمشوهم؟ يعني في عشره ما بينكم؟ الناس مش عايزه تشوف وشكم يا اخي، عايزين يرجعوا لبيوتهم، في ناس عايزاهم، في مجتمع مستنيهم، في اب، في ام، في اخ، في زوجه، في حاجات كتير مستنيه الناس دي. الناس دي ما اتولدتش واتعلمت واشتغلت عشان في الاخر تترمي في السجن والمعتقل ظلم. طبعا كلام محمد كله سليم 100%، وفي الحقيقة أخشى يعني أنه يبدو أنه مفيش حاجة تتغير. يعني برضو احنا انسجمنا جدا جدا وانبسطنا جدا جدا من الحوار الوطني
ومن الجلسات ومن التفاعل ومن تفاعل المتحدث الرسمي ورئيس الجمهورية، بس في الواقع العملي احنا مش شايفين حاجة، والموضوع طول. يعني داخلين في شهر اهو من ساعة ما المتحدث الرسمي قال يا جماعة بنطلب من الحكومة والبرلمان الأخذ في الاعتبار توصيات لجنة الحوار الوطني المعنية بقانون بتنفيذ يعني التوصيات المتعلقة بقانون الحبس الاحتياطي، ولقينا نفسنا داخلين في قانون الحبس الإجراءات الجنائية ومفيش حاجة بقى حصلت غير باستثناء الدكتور هاني سليمان ومجموعة معاه وخلاص. طب يعني الكلام ده ايه بقى؟ يعني محتاجين توضيح، يعني توضيح على الاقل الناس تستفسر وتفهم. طيب اذا ما كانش في اتجاهات اتخذت في موضوع الحبس الاحتياطي، فيبقى في كده اتجاهات هتتاخد في موضوع الاجراءات الجنائيه. يعني باختصار كده بوضوح، يعني الناس هتخرج على الورق في الاجراءات في الحبس الاحتياطي، وبعدين يروح الباشا الضابط بناء على التعديلات في قانون الاجراءات الجنائيه يفتش على الغمايه كده محدش عارف حاجه ويثبت اي كلام، وبعدين يبقى الناس عندها قضايا حقيقيه. حاسس ان احنا امام مؤامره قانونيه واسعه. هو خلاص اعترف النظام انه في ظلم بين في مساله الحبس الاحتياطي، واعترف مع المجتمع واصطفينا الى هذا انه في وضع غير قانوني يطال الاف البني ادمين. فهو في حد بيبدع ابداع من نوع طيب ما الالاف دول مش هينفع يخرجوا، فانا عايز احبسهم حبس عادي، فبالتالي اسهل اجراءات الحبس في قانون الاجراءات الجنائيه، وبالتالي احبسهم على الورق. يعني زميل محامي كان بيحكي لي بيقول لي في 45 موضوع كلها تخلي الحبس اسهل من شرب الميه، ولا تعطيك اي فرص دفاعيه كمحامي امام القضاء. طب وبعدين؟ يعني وبعدين؟ إذن طب يا جماعه خلاص، اذا كان الموضوع كده ما تقولوا ده بوضوح، قولوا المحبوسين احتياطيا فيهم ناس مش هيخرجوا، فبنلفق لهم قانون بقى عشان نحبسهم بيه كده، كلام يبقى واضح كده الحكايه تبقى شديده الابهار، وكده الكلام في حقوق الانسان وفي المجتمع بقى في السنه الجايه في المجتمع الدولي، يعني خلال هذا العام وبدايه السنه الجايه يبقى الكلام على امام الجميع واضحه وفصيحه وجميله. فلان كان ايه محبوس 5 سنين احتياطي بالمخالفه للقانون، تمام هنخرجه على الورق، وبعدين محضر جاهز اهو انه الباشا الضابط راح فتشه وهو خارج من السجن لقى في جيبه ورقه بتقول يسقط نظام الحكم، شكرا باي باي 5 سنين سجن تانيين. ايه ده؟ ايه كده فعلا؟ طب تعالوا نشوف مثلا قصه علاء عبد الفتاح، علاء عبد الفتاح ده بالقانون فاضل له 2 3 5 بالكتير قوي ويخرج وتستوفى مدته. هل علاء عبد الفتاح هيخرج من الحبس؟ ده يا سيدي مش محبوس احتياطي، ده محبوس بحكم محكمة، والمحكمة حاولنا نطعن عليها ما تمام كل حاجة تمام احنا زي الفل، اذا علاء هيخرج بقى خلص المدة هيخرج. الاسئلة بديهية وكثيرة، هل علاء عبد الفتاح هيخرج بعد انهاء المدة ولا مش هيخرج؟ قصص يا جماعة محتاجين نفهمها كلنا مع بعض، ومحتاجين نبقى اكثر وضوح. انا بحب الوضوح، يعني انت قول لي هو نظام عسكري ديكتاتوري ما فيهوش قانون، خلاص ده علاء احمد محبوس من 2014 ايه بقى 10 سنين ايه يعني في ايه عمل ايه؟
ما فيش حاجه، ما عملش حاجه والله بجد. والله العظيم يعني انت لو بصيت على القضيه ما فيهاش حاجه طبعا. ده انت عندك كارثه ثانيه. بص بقى يا احمد، طب اقول لك كارثه ثانيه. قول يا باشا. محامي علاء محمد البقر كان بيترفع عنه في قضيه في يوم من الايام، بيحاول يعمل استئناف وبتاع، اتقبض عليه عشان هو محامي علاء. وقعد سنتين. ده كانت كارثه وكانت واقعه شهيره جدا. وقعد سنتين. وكويس ان هو دلوقتي موجود بيتكلم طبعا. وحاسس بالام الناس وموجود، ويمكن ده اثنينا عليه في وجوده في الحوار الوطني، رغم ان كانت في ناس مش عارف كانت بتنتقد وجوده ليه في الموضوع. الناس ظروفها تعبانه. بس يعني يلا بقى، احنا مش هنقعد يا جماعه، ما حدش بيشتغل على هوا الناس. لو اشتغلنا على هوا كل واحد وما يطلبه المستمعون، هتلاقونا احنا نفسنا مش عارفين نشتغل. احنا بنشتغل بما يرضي الضمير المهني، بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا النهارده مش هنقعد بقى كل واحد هواه وكيفه ومزاجه هيمشينا على مزاجه. مش هينفع، مش هينفع. النهارده اعدام وسجن مؤبد ومشدد بحق 14 مصري بقضيه خليه المرج. انت تسمع العنوان كده تقول هي الله اكبر على الداخليه الباسله والقضاء الشامخ والدنيا جميله جدا. تيجي تبص في تفاصيل الموضوع كلها تلاقي ان الناس دي كلها اصلا، بص بقى قال لك ايه، لم يتمكن الدفاع. بص انا بكلمك في ايه، اعدام وسجن مؤبد ومشدد بحق 14، والسطر الاخير في التقرير بيقول ان الدفاع لم يتمكن من تقديم الدفوع القانونيه. يعني انت مش ماسك واحد تحري ومنعت المحامي يخش يطلعه او يقف معاه وانت بتعمل المحضر؟ لا، ده انت بتعدم، يعني بتنهي حياه انسان خلاص، بتقطع حياة بني آدم وبتوقف خلاص، بتنهي حياته. أو لا يعني أجيبها لك منين؟ أجيبها لك شمال؟ أجيبها لك يمين؟ أنت بتخلص على واحد. طيب لما بيقول لك الورق بيروح للمفتي، على فكرة يا جماعة ده مش عنوانه بس، هو المفروض في أي حد بيفهم يعرف إن المفتي ده لازم يمسك الأوراق دي كلها اللي هي يعرض أوراقه على المفتي دي. إحنا عودونا في الابيض واسود زمان انه يعرض اوراقه على المفتي، المشهد اللي بعديه على طول في الفريم البدله الحمراء عشماوي بيعدمه.